ازيك يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ وحشني جدا 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 والله العظيم. انا عارف الغيبه الطويله دي اللي هي كالعاده، اللي هو يعني على طول بعملها، فانا مش بقول اي حاجه من اللي انا بقولها قبل كده. طيب النهارده هنرجع نلعب بقى امل الشعوب تاني، عشان في اصدار جديد وفي مهمات جديده بتاعت الدهليز الجديد، فاحنا عايزين نعملها ونشوف الدهليز الجديد ده والمهمات دي نظامها بتتعمل ازاي. بس كده بقى، ايه كفايه رغي كتير، يلا بينا نبدا. طيب انا كنت واقف ايه مستني البوفات، يعني خدنا البوفات ماشي تمام، يلا بينا. المهم بناخدها من هنا من مندا. تمام عند تلاقي المستشار اللي فوق ده كده. ايوه مستشار ايبل ده. تمام يعني احنا هنشوف الكلام على ايه، علامات الخطر. نروح روك ماشي. انا بقى ما بحبش المهمات الرخمه دي، اللي هو افضل روح وتعالى روح وتعالى، حاجة رخمة أوي بجد كده. يعني أنا ما بحبش كده، احنا عايزين أكشن. تهديد المستقبل، هنروح تجمع جيرو. طب أنا بقى مش فاكر ده، وربنا بيتروح ازاي يا جدعان؟ يعني ما دي مش هيصفروني. طيب هو كان ايه أقرب حاجة ليه؟ استنى طب نشوف على الخريطة. طب هو أساسا فين؟ مش هنا؟ أهو أقرب حاجة لي أطلال سيروج، وهنمشي كده هناخد لفة كده في مستنقع أور برضو، كلها حتت بعيدة. أطلال سيروج بقى وخلاص، وهنمشي كتير بقى وخلاص. مفيش حد من هنا طيب ينقلنا؟ استنى افتح الخريطة ده عشان نشوف نمشي ازاي. انا كده ماشي غلط. انا والله العظيم يا جدعان بكره كده، انا مش عارف ليه الرخامة دي. يعني انا اخر مرة جيت هنا اساسا انا مش فاكر كان امتى وكان ليه وكنا بنعمل مهمة ايه، بس كان من بدري. انا اخر مرة جيت هنا واحنا كنا بنعمل المهمة بتاعت التلات نقط الاحتراف، هي فين؟ قلنا هنا. طب هنا فين بقى؟ الناحية التانية ورا يعني؟ أنا أول مرة أكتشف إن في حد ورا هنا بجد. هنعمل ايه؟ تجمع، هنروح نجمع، بنجمع من وحوش يبقى هنعرف. ماشي ايه ده؟ هنا ماشي، حلو الكلام ده. سرب منفش كتير. شكلنا هنلف كتير، أو ممكن نفضل رايحين جايين على الاتنين دول. يا رب حاجة عدلة بقى، خلينا ننجز. هنروح الآثار العريقة وحقل جندار وحقل، بعد كده نرجع للإيه؟ الراجل تاني اللي هو في عند المستشار. طيب أول حاجة نروح الآثار العريقة. الآثار العريقة دي مش عارف بنروحها ازاي، نروحها ازاي؟ خلينا نعمل كده بس نشوف، نشوف على الخريطة الآثار العريقة دي فين. الآثار العريقة دي تقريبا في ماندا. طيب خلينا نروح أوروك برضه عشان احنا في حد هنكلمه هناك. انا بجد مش عارف، انا بجد مش عارف، لازم نعمل كده يعني.
آسف. هو اليوتيوب يا جدعان يعني هو اليوتيوب هينجز معانا والله، هيجيب معانا من الآخر. فاحنا هنخش، احنا عايزين نشوف مين. طيب يا شباب، وخلاص عرفنا بقى ايه مكانه فين، فهنروح كده بكل سهولة بقى خلاص. يعني هو اليوتيوب ده وربنا جامد. بس احنا كده رايحين اهو، ماشي. نكلم اول حد بتاع روك ده. هاي هي هي كانت قدامي والله، بس انا كسلت ادور في الخريطة، قلت افتح اليوتيوب اسهل، وفعلا طلع اسهل. ايه ده بس كده؟ لا تستمع سايق كروزر. ماشي تمام. كده بقى نروح فين؟ نروح على مندا، مدينتي المفضلة. ماشي، أخليها في الآخر عشان بحبها. تمام. احس ان المهمات سهلة، يعني حاسس ان احنا هنخلص المهمات. يا جدعان انا في حاجة غلط، انا مش عارف اسم الكتيبة مش ظاهر ليه فوق، فانا مش فاهم بجد في ايه. لو الحوار ده عند حد غيري او يعرف ايه الحل بتاعه يكتبلي في الكومنتات، عشان الحوار ده مرزين كده. احنا روحنا كلمنا الظابط ديريك اللي كان في جندار، وكلمنا الحكيمة ايفانا اللي كانت في اوروك. دلوقتي رايحين عند المديرة باريس اللي في أمانيس في مندا. طبعا الآثار العريقة دي أنا عمري ما أنساها، لأن أنا لما كنت بلعب اللعبة جديد في 2008 2009 كنت لسه نوب، كنت باجي هنا بيتحط عليا. تمام كده بقى احنا خلصنا، هنرجع بقى ايه المستشار تاني في موند. انا مش عارف، عندي احساس ان المهمات خلصت كده وانا مكملتش الفيديو بتاع اليوتيوب، مش عارف. بس كده خلص، نخش الدهليز بقى. نخش بقى هتشوفوا اللي عمركم ما شفتوه. نشوف بس كده، ويا نهار اسود. بصوا يا جدعان، انا لو فكرت ان انا اخش هتحط عليا. لا بجد هتحط عليا. استنوا بس كده، يا نهار اسود. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، بهزر. طيب يا شباب، احنا كده خلصنا المهمات، وده كان هدف الفيديو ان احنا نخلص المهمات ونخش الديليز. وفعلا دخلنا الديليز، بس احنا ما قلناش ان احنا هنعمل حاجه جوه الديليز، احنا قلنا هنخش بس. فدخلنا ماشي. فانا يعني على الله حكايتي جدا، لسه معيش دروب ومعيش اي حاجه، مش مهتم اصلا باللعبه بصراحه. فبس كده عملنا المهمات وخلصنا المهمات. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. وبس كده بقى ايه، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.